داخل في مضمون الحكم العام، فينطبق عليه الحكم بوجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، لا سيما والرسل عليهم الصلاة والسلام قبله كانت شرائعهم خاصة بطائفة معينة. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فشريعته عامة وخاتمة، لذا كانت طاعته صلى الله عليه وسلم ألزم. ومن المسالك التي سلكها القرآن الكريم اقتران الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأمر بطاعة الله تعالى، فقد اقترن الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الله تعالى في الآيات القرآنية، فقد قال الله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هل من حكمة فضيلة الدكتور في إيراد وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الاختلاف في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ نعم، إن الناظر إلى الآيات القرآنية الواردة في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن منها ما جاء بالأمر بطاعة الله تعالى مقرونا بالأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعطف بالواو كالآية الأولى، حيث يفيد ذلك مطلق الاشتراك والجمع بينهما، أو بطريق العطف بها مع إعادة العامل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، حيث يفيد ذلك تأكيد عموم الطاعة في كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء بتكرار العامل في شيئين مع العطف على الأخير بدون تكرار العامل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بدون تكرار العامل في أولي الأمر. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن واجبة في كل ما أتى به صلى الله عليه وسلم، سواء أكان في القرآن الكريم أم ليس في القرآن، بأن كان في سنته صلى الله عليه وسلم. ومن المسالك أيضا التي سلكها القرآن في وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقلال. لقد أمر الله تعالى بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الانفراد والاستقلال، فقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم